غادة أحد المشاركات في جائزة لوريال لدعم المرأة في العلم، تحكي لي عن البحث اللي شاركتي فيه. بداية شكرا لكم على الاستضافة، من خلالكم بحب أحكي عن البحث تبعي. هو بداية تطوير وإيجاد مواد جديدة، هاي المواد الجديدة سواء هي مواد ثنائية أبعاد أو مواد نانونية بتم توظيفها في المجسات الضوئية، والمجسات الضوئية هي عنصر أساسي في مراكز نقل البيانات. فإحنا حاليا بنعيش ثورة تكنولوجية زي ما كلكم تعرفوا، وكلنا عم نتطلب سرعات عالية للإنترنت. فكيف إحنا كعلماء ضوئيات عم بنوظف هذا الإشي؟ إنه بدل استخدام الإلكترونات عم بنحمل المعلومات على الضوء، فهذا بيوفر سرعات أعلى وكمان بخفض من استهلاك الطاقة اللي عم نستخدمها حاليا، لأنه ما بنلجأ لعمليات تبريد زي ما بتكون العملية في النقل باستخدام الإلكترونات. ماذا تعني لك جائزة؟ أكيد جائزة. بداية بحب أشكر لوريال يونسكو هاي الجائزة المرموقة على أني صنفتني من أحد أفضل 5 باحثات في الشرق الأوسط حاليا، وهي أكيد عنصر أساسي لتعميق الحافز والشغف اللي عندي لأني أقوم بأبحاث أكثر، لأنها هي سلطت الضوء على أبحاثي. وهذا شعور عظيم إنه تحسي أي حدا بشكرك وبحكي لك أنت قمت بعمل عظيم، هذا بيزيد الحافز عندك إنك تقومي بالأبحاث وتعملي أشياء كثيرة كمان إن شاء الله إنجازات قادمة تكون أكثر. أريج أحد الباحثات المشاركات بجائزة لوريال لدعم المرأة في العلم، تحكي لي عن البحث اللي مشاركي فيه. حالياً أنا بشتغل على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد العالمي، منقوم بتقييم الفروقات بين الإناث والذكور في سمات الشخصية، فمنقيم إذا هذه الفروق عم تضل نفس ما هي ولا مختلفة بالدول المتطورة والمتقدمة. وكيف شاركتي بجائزة لوريال؟ قدمت عليها لأنه زميلتي من قبل هي فايزة، فحسيت هي دور أو إلها دور كتير كبير بتلعبه في البحوث العلمية، لأنه هي دعم أولاً مادي وأيضاً معنوي، وتخلينا نوصل لعدد كبير من الأشخاص اللي ممكن لاحقاً نحن نتعاون معهم في تخصصات مختلفة. هل تكفي جائزة لوريال لإنجاز بحثك؟ ممتاز. نحن حالياً بالعلوم عنا كثير من الاكتشافات اللي لازم نحن نقوم فيها، وكثير من العوامل لازم نحن ندرسها، فحاليا ضروري من مؤسسات حول العالم انه هي تسلط الضوء على اهميه العلوم وتعطيها هذا الدعم، لانه فعليا تعمل فرق كثير كبير بمستقبلنا. دكتوره هند احد المشاركات في جائزه لوريال لدعم المراه في العلم، تحكي لي عن البحث اللي شاركتي. شكرا على الاستضافة. أعمل حاليا على بحث متعلق بكوفيد-19، ندرس المواد الحيوية باللعاب للتنبؤ بالاستجابة المناعية للجسم. طبعا في أشخاص يصابون بكوفيد-19 ويتعرضون لأعراض شديدة ممكن يدخلون المستشفى، وفي أشخاص يتعرضون لأعراض خفيفة ويتشافون بسرعة، فإحنا نبي نفهم الفرق بين هذيل الأشخاص وشنو متواجد في اللعاب قوة المناعة، من خلالها ممكن أن إحنا في المستقبل نخترع أدوية وأجهزة للوقاية من هذا المرض. ماذا تقدم لك جائزة لوريال؟ طبعاً فخورة أني أنا حصلت على جائزة لوريال. أهم شيء راح تقدم لي هو القدرة أني أنا أتكلم عن بحثي للعالم، وأن أوصل رسالة أن المرأة العربية تقدر تعمل أبحاث عالية المستوى، وفخورة أيضاً أني ممكن أني أنا أكون مثال أو قدوة يحتذى بها من الفتيات الصاعدات اللي يتمنون يخوضون مجال البحوث والدراسات العلمية.